شرفي لي، الله يطول لي بعمرك أبو خالد. أولا شرفتنا في برنامج نجوم الخليج. أبو محمد، يعني عندنا كذا سؤال والمتابعين حريصين عليها. أولا سالفة كريستينا واللي جاء بعد كريستينا من طلب أحد الجهات لأبو محمد. والله سالفة كريستينا سالفة يعني إنسان في سن المراهقة والعقل يعني ما ناضج، وكنت عادي عفوي مقطع عفوي. أنا أشوفه في الفترة الحالية إنه شيء عادي، لكن قبل سبب ضجة، سبب ضجة لين وصلتني إلى جهات أمنية وانطلبت عليها، ويعني لين تضررت من جهات أمنية وتضررت أصلا كيف أقول لك مستقبليا. نعم. تضررت في المستقبل بأشياء كثير. طيب أبو محمد، ما تشوف أنها سوت شو ونجومية لك؟ هي سوت شو وسوت نجومية للفترة الحالية ما حد قد وصلها، لكن أنا ما أحب أتكلم عن نفسي. لكن أنت زي ما أنت شايف الكثير يتكلم عن نفسه، وأنا سويت وأنا فعلت، وهو أصلا غير صحيح. هذا أول شيء. ثاني شيء، الشهرة ضررها نسبتها أكثر من نفعتها للشخص. محمد، عندي سؤال ما أدري أنت تبغاه ولا ما تبغاه، لكن عموما هو انطلب منا اللي هو في معرض في منطقة من مناطق المملكة استدعي فيها أبو سن، وفجأة بعد الاستدعاء هاشتاج كبير بتويتر ضد جاية أبو سن لهذا المعرض. أكثر سؤال يعني جرحني وتعبني نفسيا، وصلت لمرحلة أن أبو سن المعرض طبعا في المدينة المنورة، وصلت لمرحلة أن أبو سن ما رفعوا هاشتاج أن أبو سن ما يدخل المدينة المنورة. أبو سن وصلوا أنهم يكفروني لدرجة أنهم كفروني، قال أبو سن ما يشرف المدينة المنورة. فهذه احد الاسباب اللي تضررت منها. طيب نفسيا. طيب رحت المعرض ولا ما جيت؟ لا ما جيت. الغي الهاشتاج بسبب الهاشتاج. الغوا الدعوه لك؟ الغوا الدعوه. طيب ابو محمد،